هاتفيا ينضم إلينا من لندن السيد كايد عمر المحلل السياسي. بعد التحية لك سيد كايد، فيما يتعلق بقمة مجموعة السبعة هذه المرة المنعقدة في المملكة المتحدة، يبدو من أجندة بريطانيا أن هناك عدة نقاط. أول نقطة أنها تريد أن تثبت نفسها على الساحة العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي كقمة أو ككتلة اقتصادية هامة في العالم، هل تتفق مع هذا الطرح أولا؟ يعني بالتأكيد بريطانيا تريد أن تظهر وأنها يعني دولة اقتصادية مهمة في هذا العالم، وطبعا تريد التعاون مع عدد كبير من دول العالم لكي يعني تضمن اتفاقات تجارية مع يعني دول كثيرة في هذا العالم، ولكي تغطي يعني النقص الذي حدث بخصوص يعني الخروج من الاتحاد الأوروبي وإنعاش الاقتصاد في بريطانيا كنتيجة لذلك. نعم، طيب أيضا هناك يعني مقترح أو فكرة لدى المملكة المتحدة جاءت على لسان وزير خارجياتها بأن هذه الاجتماعات أيضا ستبحث مقترح بإنشاء آلية للرد السريع في مواجهة الدعاية الروسية والتضليل، يعني هل تعتقد أن هذه النقطة هي نقطة مهمة على أجندة أولويات اجتماعات الدول السبعة، فكرة مواجهة روسيا، خلق آلية للرد على روسيا؟ نعم، هذا يعني كان من الموضوعات التي تم يعني نقاشها في هذا المجموعة، وطبعا الرد السريع على يعني الدعاية الروسية، وطبعا يعني هم يعتبرون بأن هذا جزء من الحرب يعني على روسيا أو باتجاه الدفاع عن الدول مجموعة الدول السبعة بالطريقة الإعلامية وبطريقة يعني تفنيد الدعاية الروسية، وطبعا تصحيح وتدقيق المعلومات التي يتم تداولها، ويعني تغيير الصورة المنقولة بخصوص يعني هذه المجموعة. طيب إذا عدنا إلى جائحة كورونا وهذا هو اجتماع الدول السبعة الكبرى في العالم، الاقتصاد طبعا في حالة ليست جيدة، ما المطروح على أجندة هذه الاجتماعات لتحسين الاقتصاد العالمي؟ يعني طبعا ما تريد هذه المجموعة هو يعني توزيع لقاح يعني المضاد لفيروس الكورونا بأسرع وقت ممكن، وإعادة فتح البلاد يعني وتخفيف الحجر الصحي بشكل كامل حتى تعود عجلة الاقتصاد وعجلة الحياة اليومية على طبيعتها، وحتى يتمكن العالم من يعني وضع الخطط المناسبة لإنعاش الاقتصاد وعودة يعني الاقتصاد إلى يعني مراحل أو مستويات يعني أفضل بكثير مما هي عليه الآن. وهناك يعني حاجة للتعاون ما بين هذه الدول، حيث أن كان هناك يعني بطء في توزيع اللقاح بالفترة الأخيرة وخاصة في الدول الأوروبية، وطبعا اللقاح يعني هو الحل الوحيد الآن لمواجهة جائحة كورونا. أنا بشكرك شكرا جزيلا سيد كايد عمر المحلل السياسي.